جابرييل جيسوس يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. جابرييل جيسوس سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى. لاعب ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. هاري كين يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدأ لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. ثاني اللاعبين مسددين. يا هدوءك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ثاني لاعب يسدد. في أعلى الزاوية اليسرى. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. يتقدم المسدد الثالث. لعبها بشكل رائع. كرة التعادل، نتيجة 3-3. رابع لاعب ينفذ الركلة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. رابع لاعب في ترتيب المسددين. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. الكرة تصطدم في القائم. الارتياح كبير على حارس المرمى. رامسدال إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه. طموح الفوز لا زال موجود. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. حسرة كبيرة. نعم نعم، لقد ضيع الكرة. رامسدال هو الأمل الأخير لفريقه. إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. وقت اللاعب السابع. الكرة في الشباك في منتصف المرمى. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ثامن ركلة، ثامن لاعب. بدأ لي أنه لا يوجد مشاكل عند هذا الحارس. تألق مرة أخرى. توتر أثر عليه وفي الأخير الكرة عند الحارس. رامسدال عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. المسدد التاسع يتقدم. يلعبها لكنها ضاعت. رامسدال إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه. طموح الفوز لا زال موجود. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. عشر المسددين على اللائحة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى.
بايرن ميونخ لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. نصل لآخر لاعب المسدد الحادي عشر. يلعبها في الجانب الأيسر. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. بايرن ميونخ، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. جابرييل جيسوس، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. بايرن ميونخ لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. ساكا يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. يضعها اليمين. تسديده في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بدالي أنه مستحيل التصدي لها. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عدا حل آخر إلا ركلات الترجيح. لا توجد